يوم كده كان طبق سلمان، وبصراحه انا ما كانش عاجبني شكله كبرزنتيشن يعني. وفي حد من اللي هم يعني اخواتي وزملاتي كده اللي هم متابعين يعني، قال لي شو صار من النهار طبق حلو بس البرزنتيشن مش اللي هو 100 100. وهو كلامه صح، وانا من النوع اللي هو يعني مقتنع تماما براي الاخرين يعني. بس فانا هو نفس الطبق ده اللي هو كان طبق السلمان، طبق السلمان اللي هو كنا لو تفتكروا محشي بالبصل الكراميلايزد ومستوي في الستيل، ويطلع بعد كده يتخمر في سمنة بلدي او في زبده مع التوابل. وده كنت انا عامل معاه عدس اصفر رتتوي، انا سالي راس صوت بلانشي وعامل الرتتوي بكل تفاصيله، الباذنجان والفلفل والبصل والطماطم تبل مع بعض، وبعدين عامل معلقه ده معلقه عشان يبقى ده كده اللي هو خضار بالكربوهيدرات. وكان معايا في الطبق ده لو تفتكروا ارزق اللي هو كان مثال العصفور بالكريمه اللي هي الجريتر. ده كان مكونات الطبق. فانا بصراحه قلت انا هصوره هعيده تاني كويس، انا هعيد البرزنتيشن بس بتاعت الطبق ده تاني مع بعض كده نشوفه، عشان خاطر انا ما بحبش اعمل حاجه مطلع بيها وفي نفس الوقت انا مش عايز اشيل الفيديو اللي انا نزلته، هسيبه بس هعمل له طريقه تقديم تانية. انا اخواننا يعني طبيعي جدا وبتعامل يعني معاكم كاخوات طبيعيه، مفيش اي حاجه خالص، ما عنديش اي قيود لان انا بشتغل بدماغي، مفيش حد بيوجهني يعمل دي ما تعملش دي او تحط او ما تحطش او مش بعمل حاجه لحد يعني، انا دماغي انا يعني. بس فطبعا ببقى سعيد جدا بمشاركتكم وان انتوا تتفاعلوا معايا وتقولوا لي رايكم، بفرح جدا وبرد على اللي يديني كومنت برد عليه. ولو انا شايف ان في حاجه يعني، حد قال لي شايف الحته اللي هناك بره تصوير في الدبان حاولت ادخل جوه كويس، حد قال لي مش عارف لا انت خلي الحلقه ما تكونش طويله حاولت اصغرها يعني. انا بتفاعل معاكم على قد ما اقدر في حدود الامكانيات. واحد بيقول لي خش شوف جولدن رمزي بيعمل ايه واتعلم منه، ماشي يا ريس حاضر هتعلم، بس هتديني امكانيات جولدن رمزي؟ ونضرب معاه تيم بيشتغل حاليا اكتر من 15 واحد، اللي بينتج له واللي بيصور له واللي بيخرج له، يعني الموضوع كامل. بس انا بقول لك انا اخر الموبايل بتاعي واحد زميلي معايا في المطبخ بيصور، فالامكانيات بتاعت اللي احنا لما بتعمل الكمبيوتر قبل بقى اللي هو شايفه انا شايفه بس هو مين بيشتغل وراه؟ التيم الاعداد اللي معاه والتصوير والكاميرات والتكنولوجيا والكاميرات والمونتاج حاجات كتير قوي يعني فلوس تمام؟ فان شاء الله كده ادعي لي يا رب ابقى حتى ربع جوردن رمزي يعني ربع من حيث الامكانيات يعني. فاحنا بنحاول ان احنا نتواصل على قد الامكانيات المتاحه، وعشان خاطر اعمل طبق واحد فيه اكتر من 5 ايتم في الطبق الواحد اللي انا بعمله عشان اطلع لك طبق احترافي، ده يتطلب مجهود كتير جدا ان انا اعرف اطبخ لك كل المزمنات ده قدام الكاميرا. انا عايز 2 3 ساعات بطبخ يعني ساعتين عشان افضل اطبخ حاجه 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 من بدايتها لنهايتها زي ما انت طالب. انا عشان اعمل كل التفاصيل دي بس انت هتقعد تتفرج عليا ساعتين؟ مش هتقدر، ده انت 10 دقايق ما تستناش. طيب وانا عشان اعمل مونتاج لكل الكلام ده ما عنديش حد يعمل لي مونتاج عشان اصور ساعتين يطلعهم لي 10 دقايق، ما عنديش ده. فانا بحاول على قد ما اقدر اشرح الفكر وانا بتعامل في الليفل. لو انتوا خلي بالكم انا بتكلم في ناس اوريدي شغاله، مش بتكلم في ناس بيجنر يعني، انا مش بتكلم في ناس لسه مبتدئين يعني. انا بتكلم في الاول بشرح الطبق بيتعمل ازاي، اكيد بكتبه على ورقه، وبعدين بوريك نظام بلس، وبعدين بوري لك البرزنتيشن بتاع الطبق. فدي يعني لو حد فاهم مطبخ يعني شغال في المطبخ بقى 3 سنين او سنتين هيستوعب انا بقول ايه وهيمشي الدنيا معاه زي الفل. لكن ابيض يعني اول مره في حياتك تشتغل مطبخ الموضوع ده صعب عليك يعني. لو حد اول مره في حياته يقول لك انا هشتغل في المطبخ، لا اللي انا المنهج اللي انا بعمله ده بعيد عليك شويه. ليه؟ لان انا بتكلم بمصطلحات فندقيه طهويه. المصطلحات دي انت محتاج يبقى عندك خبره عشان تبتدي تفهمها. ما بقولكش بقى هنشوح ونحمر، لا انا بتكلم بمصطلحات. يا رب تكون الفكره او الرساله كده وصلت، وانا معاكم ان شاء الله كده مكملين مع بعض. و هناخد بس كده فتره هدنه عشان يعني ايه مش هبقى متواجد، ولما نرجع نكمل مع بعض بس هبقى متواجد معاكم في حاجات تانية. طيب خلينا بقى في الطبق. طيب الطبق اللي احنا هنبتدي نصوره النهارده كويس، انا عندي اول حاجه فيه صوص طماطم اهو، صوص الطماطم في الطبق اللي انتوا شايفينه. انا اشتغلت في اللي هو الديب بليت،
ده كده الصوص الاولاني. وعندي بعد كده الصوص اللي هو دبس رمان مع السمان اهو. ده شايفين ده دبس رمان مع اللي هو الجريفي السمان كويس، وصوص طماطم. صوص الطماطم انا عامله عشان لسان العصفور اللي هو الجريتان اهو. انا حطيت لسان العصفور والجريتان تحت منه الصوص اللي هو الطماطم زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده عندي العدس اللي احنا عملناه بره تتويب كويس اهو. عشان خاطر اعمل الخضار بتاعي كويس اهو. بعدين عندي اللي هو السمان الرول اللي احنا كنا اتفقنا عليه ان احنا عملناه ازاي من الرز الكراملايز البصل اهو. تمام. انا يعني لو هحط ثلاثة الطبع هيبقى صغير ممكن هحط ستارتر، بس انا عامله من كورس فهحتاج ان انا ازود شوية، فانا هعمل خمسة اهو كويس. ده كده واللي تحت منه طبعا الصوص، واحتاجت ان انا ازود صوص تاني في الطبق اهو عشان خاطر الصوص ده ماشي مع ده، الصوص طماطم ماشي مع كل حاجه تمشي مع حاجه اهو. اوكي طيب بعد كده الطبق فيه ايه تاني؟ انا عندي فيه هعمل انا عامل سموكد ايج بلنت بدنجان مدخن مع طحينه، يعني حاجه شبه بابا غنوج كده سخنه، هتطلع صوره كانل في الطبق اهي كويس. ده بدنجان مشوي مع الطحينه ومتبل طبعا بالتوابل بتاعتنا، ومعاه بعد كده مثلا طماطم شيري عشان خاطر تمشي مع الطماطم اهي كويس. وبعدين هنحط واحدة بصل اهي، هنحط بالظبط كده ايه بصل ونص زي ما احنا عملناه كده. كويس. طيب ايه تاني؟ عندي بقى احط مثلا اللي هو ورق كريسبي، ممكن يبقى نعناع فرايت، ورق نعناع او ورق ريحان على حسب اللي انت الخضره اللي موجوده معاك جرنش، وفي نفس الوقت يبقى ايتابول مش جرنش ما يتاكلش. تمام اهو. وطبعا ده كده كده جريتان اللي هو لسان العصفور المعمول جريتان، و وانا احط بقى شوية اللي هو الهربس صوص، انا عامل شوية هربس كده زيت زيتون على الوش عشان يبقى يدي كده السمفوني للطبق كتست وككلر. اخر حاجة بقى انا ممكن اعمل شوية فلفل اسود بالجبة بير على الطبق. طيب كده هو نفس المكونات بتاعت الطبق اللي فات، بس انا زودت السموكد ايج بلنت عشان الكومنت اللي جاني من زميلينا وانا يعني بشكره على ملاحظته وعلى رايه الصريح، لان انا احب كده. هو اللي شايف بصراحه البرزنتيشن مش عجباني، فانا غيرت البرزنتيشن وعملت بالطبق بطريقه ثانيه، وده وارد اخواننا في شعوبتنا وطبيعي جدا، لان هي في الاول وفي الاخر هي بتبقى اذواق. ده كده شكل الطبق. كمين كورس حاجة في منتهى الشياكة، جميلة جدا وسهلة وتتقدم في أحلى المطاعم يعني. يا رب تكونوا بخير، وأنا من الناس اللي هي يعني بستجيب بسرعة وباخد الآراء بتاعتكم ببني عليها الخطط بتاعتي قدام هعمل ان شاء الله كده. رب يعني ما تتزوجش مني ونفضل مكملين مع بعض ونعمل احسن واحسن لغايه ما القناه بتاعتكم دي اللي انتم بتبنوها على ايديكم تبقى احسن قناه في الشرق الاوسط باذن الله والبركه فيكم. شكرا لكم، والى اللقاء في الطبق الجاي ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.